إذا إيش تسوين بهن؟ ألبسهن. ليش يعني هالقد يعني؟ كيفي طبعا ما احكي لكم هسه ساندرا بلشت العطله هسه ايش اكو طلع اريد نطلعها ها راح تطلع وين رايحين؟ وين رايحين؟ انت وين رايح؟ صدق ضحكتي امي لا تطلعي لا تطلعي امي راح طلعت بقى فلوك شبابي شن طلعت؟ عيب حبيبي اليوم اريد اتوتر اليوم اريد اضوج وازعل وش احتصر واتكئب وانزعج واعصب لان اليوم بالليل رايحين راس الخيمه نتونس فحتى نطلع الحرقه مال العصافير بالونسه سوق الذهب حات رجنسي من اقدم الفنادق بدبي سوق السمك الخور ما ادري انا ما افتهم ليش رطوبه وحراره بنفس الوقت يعني لو رطوبه لو حراره لا وبسوق الذهب يعني احر منطقه بدبي بس ذكريات سوق الذهب تعلمنا شلون ما نتقفص بالسوق انا ما عندي شيء بس جيت اسلم على رواد راجع من السفر صار له هوايه ببلجيكا قلنا نجي نسلم عليه ها ركمال اي مس يور كوفي مشتاقين القهوة ركمال تذكرون قهوة ركمال اجي بغداد جولري بس عمل قهوة ركمال منتجون الرواد مو تبغون على الفاترينات قالوا له شنو عندك جوا طلع لي شنو عندك جوا هاي تازة هذا هسه مخلص تو طالع من الشرق لا مستحيل شنو هذا عندك كورال مرجان اي ذهب ذهب ومرجان والماس ايش بقيتوا يعني تقفيص الى الابد جيت بهاي الساعة عامد اصور لكم فيديو انستغرامي ينزل وين؟ على الانستغرام شو وين؟ انستغرامي ينزل على الفاكس ما احكي لكم على الوضع الحالي ورا التصوير درجة الحرارة 47 رطوبة 90% يدلل الانستغرام لحقت اكمل الاديت مالتي اليوم وما اخذت الاغراض للبيت لازم اسبح الم كل اغراضي ونروح اليوم رايحين ويكند راس الخيمه ويا الشباب المفروض انه المود حلو بس انا حاليا كلش متوتر لان عندي هواي اشياء والشباب ما عندهم شيء فيردون يروحون ومنتظريني انه اوصل بالوقت المتفقين عليه انا مشكله عندي هواي شغل ما ادري شو اسوي انزل الفلوج لو اكمل الجنطه لو اكمل الجنطه الثانيه لو البس التيشيرت واجواءنا اليوم بعنوان اشوفك وين يا مهاجر احباب اجتهم بي ام دبليو تاخذهم طبعا السفره اليوم معزومين بفندق استوريا راس الخيمه راح نروح نكتشف كل احنا سوا طبعا ما قصروا ويانا على هاي الدعوه الجميله بس اروح سيارتي اجيب نظارتي وننطلق هسه اكو اهم من السكيت بورد بهالدنيا ها روح بالنص حبي لا انا ما اقعد بالنص شنو رجليك يكفن اكثر برو طب جوا نظاراتك يخبلن شكرا على الملفوف وذني هلاي ها يلا سد الباب اقول لك انت مو قلت بي ام دبليو خاله دزت بيدك سوار لا لا مو سوار سوار عندي بجنطه ترى اقول لك كلين ما لا بس حزامك ترى حزام الامان الباي مو ثقه لا بشرفك الباي كلش مو ثقه والله مو ثقه يعني بالقوه وصل كل من عند الواير ما استغل شلون نلعب؟ يعني الا نلعب بالسياره فيفا؟ اي اهجها بس على وجهك. معاه خذ ابونا هذا مطنقر من اللي من مو ابوك لا خالك المجبور يطلعك خالك صار لي اسبوعين انظم هذا شو اسمه شو تنظم هو جاك ايميل قلت له يس يلا عيني زين احنا شنو ايش محتاجين؟ هو انت ما راح تلعب حبيبي على خساره مال ذاك اليوم فوفو زي مال خطه لك الفتره راح يخلص العب بسرعه العب العب يلا العب 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 بدنا نلعب اونلاين ضد واحد هو بس لو يدري انه احنا بالسياره رايحين الراس الخيمه لك عيش جول ها ها لا لك اي ها لا اه شنو هاي هنا احنا الويكند كله لا يابا لا يابا لا يابا لا يابا ها شباب هذا الويكند راح يكون قنبله يعني لا 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 حد يحكي وياي يا الله المستر باشر على المسبح يوم كامل اللي يتحرك ينضرب ومن الجمال الى الصلعيه الحلو نوصل وماكو حجز اوه
نرجع للممزر. تعال تعال يجوز ماكو حجز فخلنا نتونس بالفندق قبل ما يطلعوننا. يبوا هاي الايشيني اي نافوره اي اقول لك كل ما نتيه نتلاقى يا من نافوره. كل ما تجي مكان جديد اول نقطه لازم تتبون عليه انه وين نجتمع اذا انتيه. شو روا جاب لنا الشهادات مالتنا بابا ماخذ ادور الاب اليوم كلش روا. بابا شنو الشهادات هاي؟ هاي ويلكم باكجز. ما صارت شنو احساسك تستقدق ما بلوج لاي ساهي؟ هاي شنو اللوجو مالتك مشلوع؟ الريال يبقى عادي. حتى من ينشلع يبقى. تشيكن والمطعم ده ينتظرنا؟ مطعم كله ده ينتظرنا؟ كله. زين احنا لحظة. لقطة رومانسية. مالبك هون هاتشيني اوف اوف هاي الفيو مالتنا. اليوم نلعب بلاي ستيشن الفريق الاول هنا والفريق الثاني على هذا التلفزيون ومن الصير جول غير هيك بس تسمع تشيش يمر. يلا باي باي شباب انا ارد ارتاح راح ابقى بغرفتي. خلنا نشوف الغرف. بس هي نفس الغرفه ما تصرف الغرفه. اقول لك خابروا الناس يجون يعقمون شرابي. لحظه اخي بس ترموا الحمام. لا الحمام واو 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 اوكي هاي عنفيه عادي هسه. لا راح يسبح هنا بس مو هسه. اوف اوف يعني فكروا حتى برامي حطوا له مقعد مال سشوار. راح تقدر تستشور هناك اليوم الصبح حبيبي. ما تفضل مالتك الويلكم بارنت يو. طيب انا اريد سلمون. شنو هاي المنيو؟ لا لا ما يفضل. اذا غرفتكم احلى وعيونك احلى بس لا اعرف افتح. لا والله شنو نفس الشيء نفس الغرفه نفتح النظر نفسها نفس الشيء نفس الشيء ملكيه اي هي اخرتنا ساعه على متقمصك مضروب طبعا مضروب مضروب مو اصلي خالي اليوم نموت يا بتشي يعني خارج الكاميرا بعد اقوى من قدام الكاميرا ما لحق نصور. واو هاي عشاننا اليوم هنا كلك حركات. اشرح لنا اشرح لنا شنو المطعم. مطعم اليوم غير شكل لكسينغتون ريستورانت امريكان جوس اللي ما عنده ذوق واللي عنده ذوق شو تسوي؟ صار لنا فتره ما قاعدين هيك قاعده وانطلاق وراحه بنفس الوقت والله ولا مره انا طالع ويدل وراكم وراكم ورايا ومتونسين فعلا مرتاحين ريلاكسيشن. شنو هاي شنو شباب؟ هاي جايه ورود الفوفو يا معود انت شايف خافليه. لحظه لحظه غير الورد مالتي بدي لا توقعين شاي بيتزا لا لا بروفيشنال لا دليفري زين هذا انت شنو شايله؟ غرفتك؟ ايوه انشور ها فوت هير ها؟ والله تفتهم انت وعيونك تفتهم مو محافظه يوار ومن راح نعبر الباب مال هاي الغرفة مالتنا أنا وراوي راح ننتهي الفلوق. شكرا للمتابعة هسه نشوف الفيديو دزيتو لنا ونشوفكم بفلوق باكر. خطأنا الباب. مرحبا أنا اسمي مجد سوري من دمشق ولاجئ بألمانيا. كنت بتمنى احسن طلع وشي بالكاميرا بس اعذروني ما بحسن. حابب احكي عن قصتي وكيف قدرت احول فيديوهات لأي الساهي لطاقة ايجابية. من 3 سنين وانا عايش لحالي بدون عائلة بدون اصدقاء وببلد اوروبي كئيب غريب. طلعت من سوريا وانا مراهق عمري 17 وانا هلا عمري 20. من فترة 7 شهور تقريبا شفت بالصدفة رابط لقناة العربية على الفيسبوك لشاب عراقي يوتيوبر بس المقابلة كانت بكاليفورنيا. ما شدني انه بامريكا يمكن لانه نعرفها من الافلام الامريكية والمسلسلات وكان اول فيديو بشوفه بعد المقابلة بعنوان نخل امريكا جاي من العراق. بلشت شوف الفيديوهات واكتشفت انه هذا الشاب عايش بدبي وهذا شدني اكتر لتابع هالفيديوهات بسبب عشقي لهي المدينة دبي. بس سألت نفسي هذا الشاب شو عم يعمل بامريكا؟ لاحقا عرفت انه صديقة له كانت مريضة وبحاجة لحدا يوقف معه ويساندها وهذا بالضبط اللي منحتاجه الأصدقاء. بعد فترة اكتشفت انه مو بس مرمر وعلاوي وفرات أصدقاء في روى وهبة ومهند وساندرا وآرام ومينا وا 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 إلى آخره. هذا الشيء أزعجني
لأن ما عندي ولا صديق من 3 سنين، وأعطاني طاقة إيجابية لكون أصدقاء ومعارف كتير ومن كتير جنسيات. وحب له أي ساهل للكتب وتعلمه للغات مثل الفرنسية والإنجليزية وقراءته للكتب دفعني لأتعلم الألمانية وكمل دراستي بهذا البلد الغريب، على أمل أنه بعد فترة رح أقدر أعيش ببلد عربي عالم تفهم علي وأفهم عليهم، أو أقدر أشتغل بمكان جيد. قصتي مع لؤي كانت جميلة، وكنت أجمع الفيديوهات كلها بعطلة نهاية الأسبوع وشوفها على أنه فيلم له جزء آخر بالأسبوع الجاي. البعض بحس أنه فيديوهات لؤي ما عندها محتوى أو تافهة، ولكن العكس، خلت ناس بحياة الحروب واللجوء والحزن أنها تبتسم وتعطيها طاقة إيجابية للعيش والشغل والتعلم بوقت هن محتاجين أي طاقة إيجابية من أي شخص كان بأي بلد كان ليغير حياتهم أو ليبتسموا لعشر دقائق بهذا اليوم الكئيب بالغربة بالوحدة. رسالتي لكم هي بعنوان ابحث عن صديق، لا تسأل عن دين أو عن جنس أو عن رأي سياسي أو طائفي، فقط صديق.